السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفى له أسرار تؤكد أن دنيا بطمة سوف يمددون لها العقوبة السجنية، والبطمويين والبطمويات يريدون حرق سجن الوداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفى يعود إليكم من جديد وفي حلقة جديدة ومثيرة وفيها الكثير من الجديد الذي أتمنى أن ينال رضاكم أيها السيدات والسادة المشاهدون. إخواني أخواتي، ودير واحد ما غنهضروش على باطمة. تحققت العدالة، انتهى أمرها، هي الآن في سجن الوداية. أنا هضرو على البطمويات. بطمويات قال لك أودي بيدي لي منية، شداني شي صلية فاطمة الزموري، بسم الله. واحد الفيديو خطير جدا، نخليكم تسمعوه إخواني أخواتي، نخليكم تسمعوه وغادي تعطيني رأيكم فيه بكل أمانة وبكل، سمعوا مزيان. باش غيطلع في المغرب الى لا قدر الله هادشي ما كنتمناوش، الى دنيا دخلات عرفتي اش غطرى واحد الهجمه ما عمره شهدها المغرب، هجمه اعلاميه ومن الناس الشعب غيعودوا واقفين عليهم قدام باب الحبس. عرفت اش طرا في واحد خينا تيقولوا لي بابلو، هذا رئيس في المكسيك ديال هذاك الشيء بلا ما نذكروا حتى بابلو إسكوبار كولومبيا. هاد السيد قطعوا ليه ولده، ناضوا سيدي صحابه عرفتي اش داروا، شدوا مشاو حرقوا الحبس اي زيدي وخرجوا السيد. وقسما بالله لا قعدت حتى دنيا شدت في اي زيد الشيء اللي غيطرى في المغرب وقلوا على كلامي اي راه اللهم يمشي وخلاهم على الامر سلاسه، وهذيك الهرمطيه اي تمشي شويه تشد حيلها وتجلس الارض. زيد اول حاجه هو اعتراف صحيح صريح من هاد الناس. شو المثال اللي عطات به؟ نهار شدوا ولد بابلو اسكوبار مزيان، اش كيديروا هادو مافيات ديال المخدرات، التجار بالبشر. دابا تيعترفوا بان دنيا باطمه ومن معها، اعتراف صريح بانهم يتاجرون في كل شيء. هالمقارنه اللي عطات جميل جدا. غادي شنو غادي نديروا؟ غنحرقوا الحبس. كيعترفوا بانهم يخرقون القانون ويعترفون بالسيبه. والله انا نقول لكم واحد الحاجه، انا والله انا كل اللوم الوم الدوله على هذا الشيء اللي وصلنا ليه، لان هذا الشيء انا ديما كنقول لكم خذوا مصر كترى شي حاجه في السوشيال ميديا عندهم دائما كيمشيو لراس الافعى. والله لو قطع راس الافعى من بدينا تنغوتوا هذه اكثر من 3 سنين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه. واحد تينوض هذاك البغل اللي بواه مات في زباله، تينوض تيقول لك والله ما غادخل دنيا ولو نهار الحبس، ولا دخلت انا غنحبس لي كون ديالي وغادي نمشي وسميوني شماته. هاد الناس هادو كيما كانوا كيخلعوا الناس وكانهم يتحكمون في الدوله، يتحكمون في الدولة. واللي زادهم انصارة هو أنه اللي كان كيدوي على باطمة مصيره السجن، ومشي مصيره السجن بسرعة البرق، بسرعة البرق وأحكام ما كيتنقصوش. كيحكموا عليك بعامين مثلا بالخضر ولا كمال الشو ولا بلا حدود. كانت تقاتلوا هنا يا ودي الاستئناف، لا يتم تأكيد، يتم تأكيد. لا 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 نزيدكم واحد الحاجة، ناس كانت تتحكم في الإعلام. هاد المرة هادي اللي هي دنيا باطمة، ميمكنش ولد فاطمة الزمورية اللي عايش، فين عايش؟ عايش ميريكا بعيد على المغرب، وعارف بأنها مجرمة
مجرمة مجرمة. دابا نالت عقابها. موضوعنا ليس هو باطمان الآن، موضوعنا هو الأدناب ديال باطمان، وبالدليل كنا كنعطيو الدليل بالنصب والتجاري في البشر وكذا وكذا، وكانوا مسيطرين على الإعلام. كنا تلقاو كدوز في دوزان ماشي بوحده، هي وسيمونة. كنا شفنا عيشة عياش اللي دوزت الحبس وتتاجر، اللي تعرفوا المهنه ديالها هي كلشي كيعرف، ما يمكنش ولد الزموريه يعرف والمغرب ما يعرفش. انا عايش في امريكان، هذه دازت لنا في الصباحيه دوزان، قلت لك كتبيع العبايات، هذه في صباحيه دوزان. انتبهوا معايا، راه باطمه كانت دوزان درا شي شو تدوز في شاده كدوز في هذه، يعني منين ما درتي كتلقى باطمه مع وجود دلائل قاطعة على تورطها في كل هذه الجرائم. حتى واحد ما كنت يقدر يحل فمه. هيس بريس كتكتب عليها الصباح، كتكتب عليها شي جرائد ديال هذوك الزغنغن تزيد عليها 24 باش يتبتك. وحزقوق 24 النهار 24 شي لعيبه كيزيد لك 4 باش يتبتك. كيكتبوا إذا طبيعي جدا يولي عند هاد المغنية هادي، يولي عندها القطيع، يولي عندها متتبعون حماقة وبال بحالها. للأسف بزاف الناس ما عارفينش غير تابعين جلالة بالنفخ، كيقولوا نحن مع باطمة وغنحرقوا الحبس فقط لأنها كتعجبهم في الغناء وفي الطرب وداك الشيء، ولكن ما كيشوفوش الخبايا والزعامة ديال العصابة اللي كانت متزعماها، ما شافوش بأن المغرب كان غادي للهاوية وكان في خطر، ما شافوش بان كانوا غيديروا لنا دوله في وسط الدوله. الخطر كان يداهم المغرب، الخطر كان في الاوج ديالو، لولا انها دخلت الحبس وهاد العصابه هذه بردت شي شويه. هي مازال ما انتهتش ولكن على الاقل طفات. بحاله اللي ولات يقول لك غادي نديروا وقفه وغادي نحرقوا السجن، بحال المغرب المغرب ما دولة ما تلعبها مويلو المغرب ها. ولا لاحظتوا إخواني أخواتي، لقيوا واحد النظرة سريعة على هادو اللي كيقولوا هاد الشيء هذا كامل، كلهم غير النطيحة والمتردية ومعاف السبوع. وتعقلوش قلت لكم البارح، قلت لكم والله ما غيسكتوا. علاش؟ مشي حين صافي نو حيت ما عندهم ما يقولوا، حيت مثلا ناخذوا البغل الا ما هضرش على باطمه نهايته الحتميه، الا ما خدينا دوك السنكفوتات العيبات هذو انتهاو. خصو يبقى شاد في هذا الموضوع، وغتدخل البنت الحبس وغتدوز المده ديالها كامله، ان لم اقل سوف يتم تمديد كلامي مع مولي تمديد المدة الحبسية، لأنها لا زالت متابعة في الخمسة غرام، ولا زالت شكايات حطوا كاينين شي وحدين عاد زعموا حطوا الشكايات، إن لم أقول سوف يتم تمديد العقوبة الحبسية لها، وهذا تستحقه بكل شك، بدون شك تستحقوا هذا التمديد هذا. والناس غادي تبدأ، وبيني وبينكم هادو والله ما كيتهمهم باطمة، ولا كيهمهم موت باطمة، ولا خت باطمة، ولكن باطمة ولات منظومة ديال الفساد. هاد الناس ما كتدافعش على باطمة، هاد الناس كتدافع على ديك المنظومة، ولات مدرسة منظومة ديال الفساد، فيها مافيا ديال العقار، فيها التجارة بالبشر، فيها اي حاجه كتدخل لكم في راسكم، فيها الدعاره الراقيه. تعقلوا باش كنت نقول لكم رانا ما بياش باطمه، ولكن اعلموا بان باطمه هي المدخل لدراسه الفساد. هاد الناس اليوم شنوا هجوما كبيرا على المؤسسات الدوله، لانهم وهمهم لا باطمة ولا البغل ولا ما، وهمهم بأنهم مخترقين المؤسسة الأمنية، مخترقين المؤسسة القضائية، مخترقين من ينفقوا بالقلبة والقوة
الاخر لقاو هذه المصيبه هذه بدخول باطمه للسجن، تصدموا تصدموا. ها اللي كان تيقول مع مرا ما تدخل، هذيك اليعقوبي كتقول لهم نتعداكم نتعداكم. كنا الناس عندهم سوار ديال الحبس، الناس عندهم سوار ديال الحبس. حتى الناس اللي فجروا قالوا فجرنا القضيه، منين خرجوا بالحبس منين طلعوا القالب جلسوا على القرعه ودوزوا 3 سنين ديال الحبس فابور منهم الحقوقي خرج بعد ما. وانا نقول لكم مين بعد الماتش، انا نقول لكم واحد الحاجه، انا احمد الله واشكر، احمد الله حمدا كثيرا، والله الذي لا اله الا هو. شتي باش مشيت عند الحقوقي لدارهم ديك الساعه راه كان بايع الماتش، ديك الساعه راه بايع الماتش. وحفظني الله وامي من مصيبه كانت فيها النهايه، النهايه ديال الشيء. ديك الساعه باش وصلنا تباع الماتش وما حفظني الله، ما غنزيدش نقول لكم اكثر من هذا الشيء، ولكن حفظني الله. بيوع الماتش ديك الساعه هو خرج الاربع، انا وصلت عنده للسبت. شي غير في ديال الايام هذه ديال الاربع، خميس الجمعه السبت تباع الماتش، تباع ودارت الصفقه ودارت هادي وتخدات الفلوس وتشرات الطوموبيل والروينه الكحله، وانا غادي على نيتي. ولكن اش نقول لكم، راه عاد قبيله قلت الحق داوي، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. معنا الله عز وجل انه يعلم ما في صدورنا. ما كنخطروا الناس، ما كنسرقوا الناس، انا معنا رضاة الوالدين ومعنا دعوات ديال المشاهدين. ما تنساوش اخواني اخواتي، انا راه كنرجع للقرا الشاط ديالكم وكنشوف الدعوات ديالكم، والله ما غيضيعش هذا الشيء. شتي الوقيته اللي مشينا لمراكش كنا كلنا في خطر، كلنا كنا في خطر، بمن فيهم الاستاذ زهراش، بمن فيهم السناوي، بمن فيهم والكمامه، بمن فيهم اليوتيوبرز اللي كانوا عبد الجليل، بمن فيهم اللي كان تما كان في خطر. وكنت انايا هو المطلوب رقم واحد. انا حفظني الله لانني ما خلونيش الناس بوعدي، فيما كنت تتحرك تلقى الناس معايا، حتى في الفندق كنلقى الناس معايا. كنا ما بقيتش والله لو ضربت شي دوره غير بوحدي لكن لكنت الان من الماضي. كتقولوا لها هات حيفا مسكين كان يقول لنا ديروا وحيدون، هات حيفا مسكين كان يقول لنا ديروا عصابه وبلاد بيض. ضرب في الوطن في جرائد مصريه، انتم عاد شفتوا ذاك واحد الجريده سميتها الشعب ولا معت مصريه، شي وحده في الامارات، شي وحده ولا داك الشيء، ولا الضرب في الدوله يمينا وشمالا. لا انا مشيت اليوم كاع بوست الضرب في المؤسسه الامنيه في سي الحموشي في سالي برانسيس، وحنا كنعرفوا شكون اللي كيحط في سالي برانسيس. كتحط هذيك سميتها الغابي اللي سميتها البسيكوبات اللي عندي التقرير ديالها سارقه بومبه ديال ليسانس، بومبه ديال ليسانس اللي في اكدال قدام الحي الجامعي. هذه بوليسيه، هذه كانت بوليسيه، والغاز ستيشن ديك البومبه ديال ليسانس اللي الناس دايرين فيها الثقه وكيخليوها تستعمل الطواليت ديال البومبه، وكيخليوها ديك الموظفين ديال البومبه كانوا كيشاركوا معاه غداهم ويشاركوا معاهم دخلي بالك لاكيس محلول حفني وخشي في جيبك. عندي التقرير ديالك انت اللي كتكتبي في سالي برينسيس كتضربي في المؤسسه الامنيه اللي سميتها الغابي، ما عرفتش سميتها كاع سميتها كامله سميتها ولا في الضرب في المؤسسه الامنيه. والله بنيتي ما غدوز لك سليمه بالله، انا غنجبد لك. فكروني في سميتها الله يرضي عليكم. فكروني في سميتها الله يرضى عليك. نسيمة الغابي شفارة ديال البومبة ديال ليسانس، متشردة على حكم قضائي بالتهرب من دفع الواجب الشهري ديال الكراء
متشردة نصابة نصابة وزبانيتها شو تسحب لكم الدولة دولة دولة خربة دولة خربة أبدا أبدا أبدا. ونقول لكم واحد الحاجة كما تنقول دائما والله ما غتزقلو والله ما غتزقلو ونعاود نقولها والله كنا كنقولوها شحال هادي كان هذا الموضوع هادي يتسالى شحال هادي يتسالى شحال هادي وتشد باطمة وكفى الله المؤمنين شر القتال. انا ما كنشمتش في البنت وان كانت تستحق اكثر مما حدث لها وانتم حمزه مون بيبي واحد الرباعه تتاجرون بالبشر رباعه رباعه ديال المجرمين وحمزه مون بيبي نهار بدا مازال حنا كنسولوا على داك القاضي مازال كنسولوا على الناس اللي تشردات على العائلات وغادي نسولوا على وئام الدحماني ابقاو تحفروا. انا تنقول لكم راه ما تتهمكمش باطمه راه تتهمكم الاستمراريه ديال المنظومه الفاسده اللي اسستها شكون اسستها باطمه وما اسوها الناس واحد اخرين ولكن مين دخلت باطمه اعطتها القوه اعطتها القوه. اش كنت كدير باطمه في ديك الفيلا ديال مراكش شكون صورات باطمه في ديك الفيلا ديال مراكش نهضروا على القاصرات اللي تصوروا نهضروا على المسؤولين اللي تصوروا نهضروا على بزاف ديال الامور. شوفوا هاد الفضائح وهاد الكوارث وهاد الجرائم وكيجيو البطماويين والبطماويات يقول لك علاش تدخل الحبس خلات بنياتها وخلات وليداتها وهذوك العيالات اللي في الحبس بالالاف هذوك ما عليهمش الله هذوك ماشي بشر هذوك ماشي ناس حتى هذوك عندهم وليدات. واش دابا غير اللي دار شي جريمه اللي سرق اللي قتل اللي دا الملاير ديال الدوله وعنده وليدات نقولوا صافي الله يسامح الله يسامح راه عنده وليدات؟ اش هذا المنطق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والمغاربه كلهم سواسية امام القانون لا فرق بين هذا وهذا. انا تنقول لكم غادي نحبس حد هنا لان العداله ولكن والله الا ان زدتم زدنا وسنطالب باعاده فتح تحقيق ولا قالها ولد الزموريا الا قال يقد بها الا قالها يقد بها. شكون هذيك زنزان اللي كتضل ضرب في المؤسسات وتكذب على الكبرانات ديال الجزائر وتقول لهم كل شيء في المغرب عليه مذكره اعتقال؟ شكون اللي جابها من غير هذا من هاد العصابه ديال حمزه مونبيبي من غير هذيك هجر بن الواد العاهره ها اللي كتقول الحل وما الشمكار تو سي با سكو تو غات وعينا ما حل وما الشمكار قلنا لها ودي راه داك الشيء اللي كيتقال فرنساويه راه بحالو بحال العربيه العمليه راه هي يا ديك تو سي با سكو تو غات نا غيت با لي بازي راه بحالها بالعربيه بحال حق الله الان لا بلونغلي تا بلونغلي تا بلونغلي تا بالجابونيه بحال ودي حلي لي ما الشمكار خليتي خدمتك وخليتي وليتي دير قناة في اليوتيوب كيتفرجوا فيك 500 واحد وخدام عليهم المسؤولية وين وضحوك زرق الكمار سبحان الله لحتو كلهم كيتشابهوا في الزروقية بحال الحقوقي بحال الحقداوي بحال حلوم الشبكات بحال كلهم كيتشابهوا وغادين في غيهم وغادين كيصوروا الناس خدام على راسها الناس كتسير لحتو هادو ما يسافروا ما يخدموا ما والو كيطلعوا لايف خمسة السوايع والهضره الخاويه كتقلب عليهم اجي انا سيما الغابي شنو كنتي كانت بوليسيه وخونت وسرقت بومبا ديال ليسانس اجي انت مغربي برلين ما تكي ياكل من الزبل اجي انت لي بنتها سمحت بنتها والله اللي كيسمح بنته لا شرف ولا اخلاق بنتها على مزيناتها سمحت فيها سرق البوي بنتها يديها تلقى مخطه كامله يديها كامله مخطه داخل الحبس خارج الحبس ويلو كلهم رباعه ديال المتشردين كلهم الا لعنه الله عليكم الى يوم الدين. وحربش سيروا وقفوا حدا السجن الوداعي حربش كذبوا على الناس لا دخلتي تحفه دخلت تحفه خارجه تحفه حربش
ردوا البلاد ديالهم، هما اللي كيعطوك جو السفر، هما اللي يعطوك الدخول ولا تخرج، هما اللي يقولوا لك انت وطني ولا انت انفصالي ولا انت هذا، ونخليهم في غيب. دخلنا شفنا المهمه، شفنا المهمه دارت عمليه اذا حيدت جلاله، شافها الله وعافاها، وكدعيكم معاكم فاطمه الزموريه، وشفنا مول الصناره، وشفنا اصحابنا، شفت مول الكمامه، شفنا نعيمه الجوك، شفنا احبابنا خوتنا، شفنا السي سدراوي، شفنا السي زهراش، شفنا السي عصام الحلو الاستاذ العظيم، شفنا كاع الناس. وفينا يا حر دخل يا قوي تعداك يا ودي، ما عند باباكم. سافروا فانتم لستم شجره، سافروا. وانا نقول لكم واحد حاجه او عقلوا عليها، باطمه نالت جزائها، بيني وبينكم القضاء كان رحيما بها، باطمه مجرمه. انا نقول لكم ما تخليونيش نشمت، لانكم انتم دابا كتبوشيو كتدفعوني باش نشمتو، لانها مجرمه ونالت عقابها وانتهى والقضاء كان رحيما بها. لما يطلع البغال يقول لك راه زرت امها وشفتها بخير وقالت لها سمي على المتتبعين، يا ودي راه ما يبقى لا بوتوكس لا خوتوكس، اودي راه القضيه معنا، اودي راه في الودايه كاينين شي بنات مشدودين تما ما نعاودش لكم، غيديروا لها بحال القرد. اقول لها جلسي تما يلا، داك الشيء اللي كنتي تغني في الكباريات وتيرشرش يا ولدي ولدي ولدي. تعرفوا واحد الحاجه اخواني، هذا السر نقول لكم، انا كنت في واحد الحفله، كنت غادي نمشي لواحد الحفله، عفوا سمحوا لي، بوسكوره. العجيب والغريب عرفتي شنو هو؟ كانت تكون فيها باطمه وسعيده شرف، وعيط لي واحد السيد عرض عليا ديك الحفله، قال لي كاينه صاحبتك، كون صح. قال لي الدنيا، قلت لي اه يا ناري، اه يا ناري، اه يا ناري، يا صف الليل. عيط لي صاحبي قال لي لا راه الاخرى ما جاتش، قلت صافي بعيد عليا خويا، انا كنت في سلا كاين فيا شي حتى الكازا، صافي غير 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 نشطوا مع راساتكم. هاتي الحفلات اللي تتخبى، حفله ديال راس العام فضحتك بقلاقي. انا شوف انا من مك مك يا ليلى، رقيه رقيه والله، بالتحنقيس ديالكم البغل واليعقوبي وديك ديال الامارات ما عرفتش شنو كاع، قالوا لي والله مازال ما عمرني شفت شي فيديو، والله الذي لا اله الا هو، الا غتخليوا هذا الخلا هذا، هذا الخلا هذا شخصيا ينبش لكم في شي امور ستؤدي بديك المغنيه ديالكم باش تبقى تما الى يوم الدين. خلي واحد هنا وانا عارف اش كنقول، انا عارف اش كنقول. بداو تزعرطوا تنبداو نجبدوا لكم في الاناكوندات، ديك الحنوشه الكبار، بداو تزعرطوا. اخواني اخواتي، الناس قالوا لي راه اللايف تيتضرب، اللايف تيتضرب، وديروا لايك اخواني اخواتي، الله يرضى عليكم، ديروا لايك الله يرضى عليكم، ابوني لايك، ونضرب لكم موعدا غدا باذن الله تعالى. وإلى اللقاء يا مع أطيب المتمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.